يطيب لنا اليوم الحديث عن المطرب العربي السوري فهدي بلان. يعد فهدي بلان من أصحاب الأصوات الجبلية القوية الجميلة، والذي ظهر ضمن زمن الفن الجميل، وهو من المطربين العرب العمالقة. بدأ رحلته في عالم الغناء حتى أصبح منافسا شرسا لعمالقة الغناء العربي أمثال فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وغيرهما، فضلا عن إقناعه لأحد أبرز الملحنين داخل الوطن العربي أن يلحن له.